التنين في صنع الأكل العملاق. من أكبر إنجازاتي في هذا المجال إني نسفت الشيف الياباني صاحب أكبر سوشي في العالم وصنعت سوشي أكبر منه بكثير. ونسفت أشهر شيف تركي في العالم وصنعت ورقة عنب أكبر من ورقته بأشواط. واليوم قررت أصنع أكبر صحن مكرونة في العالم. لما بحثت وجدت إنه في شخصين في العالم صنعوا صحون باستا عملاقة. الأول هو شيف أمريكي وهذا صحنه. Yeah, that's heavy. Okay. والثاني هو عائلة هندية وهذا صحنهم. واليوم هدفي أخلي هذا الصحنين يبينوا صغيرين جدا أمام صحني. إذا حابين تشوفوا إذا حنجح في هذا التحدي ولا لا خليكم معايا. وأول خطوة طبعا نروح نشتري المكونات. يلا بينا على بركة الله. طماطم والثوم، كزبرة، وأهم مكون في الباستا اللي هو الريحان أو الحبق أو البيزل. حاسة إنه هذه أكثر مشاريات كيوت أسويها في حياتي، فشكل الصحن حيطلع كيوت. السؤال اللي دايما بتسأله في هذه المرحلة واللي هو بشو حبلش، ومعاها أسئلة كثيرة ثانية زي ليش بسوي هيك في نفسي، ليش بحب أعذب نفسي، مين أنا، وليش نولدت إنسانة. في مجتمعنا احنا الناس الكسولين في شيء اسمه باستا الوان بوت اللي بنكبسل فيها سلق المكرونة وطبخ الصوص، وبنسوي هذا كله في طنجرة واحدة. وهذا بالضبط اللي حسويه، ولكن مش في اي طنجرة، في طنجرتنا العملاقة. لسبب مجهول قررت انه اول خطوة ابدأ بيها هي اني افك كل الباستا من الاكياس. حاسة اني بسوي شيء غلط. جالس يصير ما عندي اي فكرة شنو جالس اسوي. واخر كيس. يا جماعة الوضع غريب، هذه اكبر كمية سباجيتي اشوفها امامي في كل حياتي. اذا مستمتعين بالفيديو لحد الان حابين ننسف شيفات عالميين اكثر، بليز اضغطوا زر الاشتراك الاحمر تحت الفيديو اذا لسه مش مشتركين، وفعلوا جرس الاشعارات اللي جنبه الان بليز قبل ما تنسوا. كل ما شاركتوا وشجعتوني اكثر كل ما الفيديوهات حتصير ارهب. اول مره في تاريخ كل قناتي احتاج طاوله اضافيه لانه المكان ابدا مش مكفيني. لا حينطبخ مع المكرونة في نفس الوقت. وبنسوي هذا كله في طنجرة واحدة. صوص ني. هذا السكين فاشل. هذه كانت أكبر كمية طماطم أقطعها في كل حياتي.
قومي خلصينا جوعنا. طحنت الطماطم، فرمت الثوم وضفت كل المكونات الإضافية للصوص. الآن فعلياً خلصت الصوص وكل اللي فاضل هو إني بس أحط كل المكونات في الطنجرة. حاولت أسوي زي طبقات وأحط طبقة مكرونة، طبقة مية سخنة وطبقة صوص عشان أضمن إنه كل مستويات الباستا في الطنجرة يوصلها مي وصوص. الكرزة فوق الكعكة في كل صحن مكرونة كرة اللحم، وهذه أول كرة لحم، وهذه الكرة الثانية والكرة الثالثة. الوضع كان صعب جدا فقررت أطلب المساعدة. أنا حرفيا خايفة أفتحها. واو يا جماعة، مطبوخة بطريقة بيرفكت. الحمد لله، هذا هو الصحن اللي قررت أقدم فيه الطبق النهائي. وبهذا بنكون وصلنا لآخر مهمة عندنا اليوم، واللي هي أصعب مهمة في الموضوع كله. تصحيح، هذه ما كانت أصعب مهمة في الموضوع كله، هذه كانت أصعب مهمة في قناتي كلها، هو إني أقلب كل هذه الطنجرة في هذا الصحن. هون كنا ثلاثة أشخاص، أنا وشخص بنساعد نحمل الطنجرة والشخص الثالثة ماسك الصحن عشان ما يتحرك من مكانه. العملية مستحيلة فيزيائيا، قررت أغير الخطة. وبعد ما فرغت نص الطنجرة بهذه الطريقة صار وأخيرا بإمكاننا نحملها ونقلب النص الضايل. فيه مساحة صغيرة فاضية وأنا مستحيل أقبل بهذا الشيء، فطبخت 10 أكياس سباغيتي إضافية. وآخر لمسة في الحياة، نسكب الصوص. من قبل ولكن ما بعرف ليش هذا اغرب منظر اشوفه امامي في كل حياتي، لانه هذا هو اضخم شيء اصنعه لحد الان. يا جماعة انا كنزتي، يدي، بنطلوني، حياتي كلها صارت عبارة عن صوص. انتوا مش متخيلين مستوى الجوع اللي انا فيه بعد يوم طويل من الطبخ، اخيرا صار بامكاني اتعشى. لانه انا كتير جوعانة او انه هو اصلا لذيذ، طعم اللحمة مع الصوص البسيط واهم شيء الريحان، ممكن تحسوا اني ببالغ ولكن اقسم انها من اطيب سباجيتيات اللي اكلتها في كل حياتي. في هذه اللحظة اللي بتشاهدوا فيها هذا الفيديو، المجمد عندي لسه فيه نص ورقة العنب، ثلاثة اجزاء من البرجر، وكم بانكيك من الجبل اللي سبق عملت.
ظروفي ما عادت تسمح باني احتفل باي اكل، فتكلمت مع بعض العوائل وبعض الشباب اللي عايشين لوحدهم، والحمد لله وافقوا انهم يصيروا ياخذوا كل الاكل العملاق اللي بصنعه. مثل ما جرت العاده المفروض اني اخذ وزن الصحن، ولكن هذا الشيء مستحيل يصير في فيديو اليوم لاني مستحيل حتى اني ازعزع الصحن من مكانه. كل اللي ممكن نسويه هو انه نحسب وزن تقريبي للصحن حسب المكونات اللي استخدمنا. لو حسبنا هذه المكونات فقط، اقل تقدير لوزن الصحن حيكون هو 32 كيلوغرام. فرحتي بالنتيجة كانت كبيرة جدا، شوية اكبر من اللازم. في بداية سنة 2021، بعيد الطفرة الجديدة للفيروس التي قتلت كل بصيص أمل كان قد جلبه اللقاح، قررت أن أكرس وقتي لفعل ما أحب. صنعت أكبر صحن معكرونة في العالم، وهذا كان أول إنجازاتي لهذه السنة، السنة التي أطلقت فيها العنان لخيالي، أكثر سنة مجنونة في حياتي. إذا استمتعتوا بهذا الفيديو ولو شوية بليز حطوا لايك، هذه الحركة ما بتكلفكم أي شيء ولكنها بتشجعني كثير. حبكم كثير، شوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.